مرة أخرى تفشل مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا حول آلية ملء سد النهضة، إلا أنهم اتفقوا على أن ترسل كل دولة رؤيتها للحل إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشكل منفرد. مصر تركز على فكرة الإدارة المشتركة، إثيوبيا في المقابل تركز على فكرة السيادة المطلقة وتتعامل مع نهر النيل باعتباره نهرا عابرا للحدود. السودان تتخذ موقفا وسطا تحاول فيه تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين. أعتقد أن المفاوضات إذا استمرت بهذه الوتيرة لن تسمر عن أي شيء يذكر في المستقبل، خاصة أن الضغوط التي تمارس على أطراف الأزمة ليست بالحجم الكافي لإقناعها بتغيير وجهات نظرها أو مواقفها. على مدار عدة أيام سعى خبراء الدول النيل الثلاث للخروج بمسودة اتفاق واحد من خلال العمل على ثلاث مسودات تقدمت بها كل دولة على حدة، لكن الأمور بقيت مكانها في ظل غياب إرادة سياسية للمفاوضات وفق البيان الصادر عن وزير المياه والري السوداني. تملك مصر العودة إلى مجلس الأمن بقوة هي والسودان، وأن تبني عودتهما وتستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هو الذي يخول لمجلس الأمن إجراءات عديدة إلزامية، وهي تتمثل هذه الإجراءات في إلزام إثيوبيا بقرارات صريحة تحت الفصل السابع بعدم الاستمرار في التخزين والوصول إلى تفاوض والوصول إلى توافق مع الجانب المصري. وأيضا يملك مجلس الأمن أن يوصي مصر والسودان وإثيوبيا بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية للبحث في النقاط القانونية محل الخلاف. هذه الجولة من المفاوضات التي تقودها جنوب أفريقيا تأتي بعد توقف مؤقت بسبب طلب أديس أبابا ربطها بإعادة التفاوض حول تقاسم مياه النيل الأزرق، فيما تؤكد مصر والسودان على التفاوض حول وضع قواعد قانونية ملزمة لعمليات ملء وتشغيل السد خاصة خلال فترة الجفاف. فشل جديد في ملف سد النهضة يلحق بفشل جولات سابقة من المفاوضات على مدى ما يقرب من 10 سنوات مرت خلالها هذه القضية بالعديد من المراحل، من أبرزها اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عليها الدول الثلاث عام 2015 ومنحت إثيوبيا حق بناء السد، خطوة يقول مراقبون إنها أدت إلى تعقيد الأمر أكثر فيما بعد. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.